sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın kelamı olan Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere ilçemiz Bağören Köyü Gölkenarı Camii İmam Hatibi Muhammed Bahattin Öker hocamızı kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا
فسبحوه بكرة وأصيلا. فكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة مع الصلوات.